السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة نجدد الترحيب بكم في هذا العرض التقديمي لنستكمل ما يتعلق بالفصل الأول وكنا قد تحدثنا في ثلاث نقاط إدارة العمليات والإنتاج عرفت من خلال الإنتاج وإدارة العمليات أو منظومة الإنتاج تحدثنا عن عناصر الإنتاج الستة ثم تحدثنا أخذنا أمثلة هذا الموضوع ثم تحدثنا عن نشاطات إدارة العمليات وحكينا أنه في عندنا نشاطات جوهرية وفي عندنا نشاطات مساندة أو داعمة وفي جدول تحدثنا فيه عن أبرز النشاطات التي تقوم بها إدارة العمليات ثم انتقلنا للحديث عن تحديات إدارة العمليات الإنتاجية ومن ثم وصلنا إلى تمارين خاصة بحساب الإنتاجية الكلية والإنتاجية الجزئية والإنتاجية متعددة العوامل وكيف يمكن حساب مؤشر الكفاءة ومؤشر الفاعلية؟ سنستكمل الثلاث نقاط الأخرى الأولى تتحدث بصناعة السلع والخدمات، يعني احنا لما نتحدث عن إنتاج يجب أن يتبادر إلى الذهن أن الإنتاج يشمل السلع والخدمات، السلع اللي هي بنسميها المنتجات الملموسة والخدمات. بنسميها المنتجات غير الملموسة. الآن لو بدنا نعمل فروقات أو مقارنات بين الملموسة وغير الملموسة بين السلع وبين الخدمات، حنجد ما هو موجود عندي أمامي في الجدول. الموجود في الجدول إنه الملموسة توصيف واضح. يعني لو كان في عندي ثلاجة توصيف واضح طولها. كذا وكذا عرضها كذا وكذا اللون عدد الجوارير عدد كله توصيف واضح اما الخدمة احيانا بكون توصيفها غير واضح لما اقعد انا اوصف في الخدمة لواحد على سبيل المثال خدمة التعليم عن بعد بدي اقعد اوصف له فيه بقعد اقول له انه في البرنامج كذا كذا وبنعمل في بنعمل صف افتراضي والصف الافتراضي بكون في عدد معين من الطلاب وفي برنامج بنستخدمه فقد يفهم عليه بشكل واضح وقد لا يفهم بكون حتى التوصيف قد يختلف من شخص إلى شخص يعني بنحط هذه المنتج غير الملموس آه اللي هي الخدمة اللي, اللي بتتقدم أو التي تنتج لو حطيناها عند محمد وقلنا له أوصف حطيناه لعند احمد وقلنا له اوصف قد يختلف توصيف احمد عن محمد ايضا السلع الانتاج مستقل عن الاستهلاك يعني الان كيف مستقل عن الاستهلاك يعني صناعه التلفزيون او شاشه الال سي دي بتصير في منطقه معينه اما المستهلك بصير في منطقه اخرى اما الخدمات غالبا وليس دائما غالبا بكون الانتاج والاستهلاك في نفس الوقت، يعني مزود خدمة الانترنت بتروح على شركة حضارة اه بيعطيك انترنت، بدك خدمة اتصالات بتروح على شركة الاتصالات، اذا المنتج اللي هو شركة الاتصالات والمستهلك اللي هو انا بنفس الوقت ممكن يعبي لي كارت واتصل. بالنسبة للسلع إنتاج كمي قابل للتخزين طبعا لأنه ننتج منها وحدات ننتج منها كميات خمسين طاولة ألف علبة فول علبة حمص باكيت محارم وايبز إلى آخره هذا إنتاج كمي وقابل للتخزين أما الخدمة غالبا بتكون قطعة واحدة ولا يمكن تخزينها يعني بنفع نقول لواحد والله خزن لي خدمة الاتصالات وقطعة واحدة هي اما اما بتكون اتصالات بطلع لك قطعة واحدة خلص قطعة واحدة بمعنى خدمة واحدة. بالنسبة ل اللي هو التفاعل بكون مع المستهلك ضعيف بكون مع المستهلك ضعيف، كيف يعني بكون مع المستهلك ضعيف؟ يعني الآن منظومة الإنتاج اللي هو بكون تفاعلها مع المستهلك بكون ضعيف وغير منظومه الانتاج عفوا يعني حتى منفذ البيع بكون تفاعله مع المستهلك ضعيف ليش لانه بيجي المستهلك بده يشتري مثلا طقم كنب بيشوف طقم الكنب المستهلك وبنقيه وبيحمله وبياخده طيب اما الخدمه لا تفاعل كبير مع المستهلك يعني منفذ البيع بصير بده يشرح له بده يوضح له هذه هيك وهذه هيك والمستهلك بصير يستفسر طب كيف لو صار كذا طب لو ليش؟ لأنه بكون الإشي غير واضح للمستهلك فبده توضيح وبده تفاعل. أيضا السلع يمكن اعادة بيعها نعم أما الخدمة غالبا بيعتمد على المعرفة يعني غالبا يصعب اعادة بيعه. بالنسبة للسلع قياس معظم خصائص الجو مش بدنا نقول يصعب إعادة بيعه يعني إحنا غالبا الخدمة أنت بتكون الخدمة بتكون معرفة يعني أغلب الخدمات هي معارف يعني مثلا واحد أعطاني خدمة رحت على مكتبة الجامعة أعطاني خدمة وين كتاب كذا وكذا قال لي هيو هنا هذه خدمة قدم لي إياها طب كيف أنا بدي أعيد أبيع, أبيع هذه الخدمة لا صعب يعني لانه معرفه هذا اعطاني معرفه فعشان هيك غالبا اللي هو بتعتمد على المعرفه الخدمه اما السلع يمكن اعاده بيع طيب بالنسبه للسلع بنقيسها يمكن قياس معظم خصائص الجودة اللي فيها أما الخدمات متنوعة بشكل كبير البيع منفصل عن الخدمة في السلع أما في الخدمات إعادة البيع نادر جدا وقلنا يعني يصعب إعادة بيعها أو نادر بدناش نقول يصعب بالنسبة للسلع بنقدر ننقلها قابلية النقل قابلية النقل أما اللي هو الخدمة بكون عندي اللي هو الصعوبة في قياس جودة الخدمة هذه صعوبه قياس جوده الخدمه خلينا نقارنها او نقابلها بالقياس معظم جوده الخدمه او خصائص الجوده اللي هو الموجوده هنا يعني عندي انا هنا هي زي ما انتم شايفين في الخصائص واحنا بنقارن في هنا قياس قياس معظم خصائص الجوده وهنا صعوبة قياس جودة الخدمة هذه بتقابل هذه أفضل وهذه بتقابل هذه ومتنوع بشكل كبير ممكن احنا نستغنى عنها حتى تتضح الفروقات يعني هنا بالنسبة للموقع مهم لحساب التكلفة اه طبعا واحد بنتج مهم الموقع له لحساب التكلفة وين يعمل المصنع او وين حتى يحط نقطة البيع لأنه الأجار في الرمال مش زي الأجار في طرف البلد هنا اللي بننقلها أو خلينا هنا نقول البيع جزء من الخدمة البيع مجرد البيع هو جزء من الخدمة لأنه هو لما يبيعك كرت جوال خلاص هو قدم لك الخدمة ونقل مزود الخدمة وليس الخدمة احنا اللي بننقل مزود الخدمة يعني احنا لما بيعطيك خط النفاذ هذا مزود الخدمه بزودك بالانترنت خط النفاذ ها وبعدين هو من عنده بيعطيك اللي هو الانترنت في سهوله الاتمته سهوله الاتمته ايش يعني سهوله الاتمته يعني ممكن نخلي السلع اوتوماتيك تشتغل يعني ممكن نخلي الثلاجه نعملها تشتغل بشكل ذاتي او اله تطفي لحالها وتشتغل لحالها ولما تيجي الكهرباء ولما تقطع الكمبيوتر برضه نعمل له خصائص اتمته 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 يعني نحوله لشغلات الكترونيه لحاله يصير يعمل الاشي يعني بدل تدخل الانسان او بدل ما نستخدم يعني ايدينا في الموضوع اما الخدمه فيها صعوبه في الاتمته فيها صعوبه في الاتمته هذا بالنسبه للسلع السلع والخدمات طبعا احنا يعني هي عندي في ايه معطيني شكل الشكل هذا لو بدي اجي للخط هذا اللي في الوسط اعمل زي دفتر في عندي على يميني منتجات غير ملموسه في عندي على شمالي منتجات ملموسه معطيني زي امثله لانه في بعضها في بعض الخدمات او في بعض الاشياء او ال المنتجات بتكون خليط ما بين الملموسة وغير الملموسة يعني هنا السيارات والألات أول واحدة هذه منتجات ملموسة بحتة طب الحواسيب الإلكترونية آه هي في جزء منها شايفين في جزء منها اللي هو جاي في الغير الملموسة طيب أما طبعا الأفلام السينمائية والتلفزيونية برضو في جزء منها ملموس وفي غير ملموس وجبات الطعام السريعة في جزء ملموس ليش طبعا بحط وجبات الطعام السريعة في الملموس وغير الملموس؟ لأنه أنا لما أروح على مطعم أنا بنادي القرصون وبقول له بدي سندويش مثلا شاورما الآن القرصون في المطعم بيقدم لي حاجتين بيقدم لي السندويش هي منتج ملموس وبقدم لي خدمة بيقعدني في مكان حلو وبيجيب لي اللي بدي اياه برد علي بقول لي كيف انت مرتاح هذا اسمها خدمة اذا هو بقدم لي منتج يبقى في المطاعم السريعة بتصير في وجبات المطاعم السريعة بتقدم لي الوجبة كمنتج ملموس وبتقدم لي خدمة مع المطعم وهكذا اما الاستشارات اخر واحدة هي عبارة عن منتجات غير ملموسة طبعا هنا صار لا اليوم العالم متجه لايش؟ لا للخدمة لا ولا للمنتج؟ طبعا الخدمات في العالم أصبحت أكثر من إيه؟ صارت أكثر من السلع. الخدمات أكثر من السلع، لو إحنا لاحظنا هاي عندي الدول قدامي تحت هي كاتب لي إياها بالإنجلش في عند اليو اس اي والتشاينا والجبان والى اخره عندي اللي في الاحمر سيرفيس خدمه واللي في الازرق اللي هو منتج منتج ملموس يعني سلع لاحظوا الدول مين اكثر مين اكثر الخدمات الخدمات اللي هي المنتجات غير الملموسه ولا السلع اللي هي الخدمات الملموسه نجد انه مع تطور التكنولوجيا ومع تطور الانتاج ومع التطور الكبير اللي صار في صناعة الخدمات صار عندي ايه؟ صار عندي صناعة الخدمات او انتاج الخدمات اكبر وبدر مصاري اكثر بكثير من ايه؟ من المنتجات، وهذا انتبهوا عليه في اسئلة الصح والخطأ. نيجي استراتيجية العمليات استراتيجيه العمليات استراتيجيه العمليات اللي هي اسمها استراتيجيات التصنيع برضه استراتيجيات العمليات هي استراتيجيات التصنيع استراتيجيه العمليات هي تعريف تشير الى الخطط والقرارات المتعلقه بوظائف العمليات والتي تؤمن التكامل والانسجام مع الاستراتيجيه الاجماليه للمنظمه ووضعها التنافسي باعتبار ان العمليات هي النشاطات الرئيسه المسؤوله عن خلق القيمه المضافه في المنظمه وتاخذ المنظمه وضعها التنافسي في السوق عبر هذه القيمه المضافه وتلعب استراتيجيه العمليات دورا جوهريا في السبق التنافسي للمنظمه وربما تتقدم على استراتيجيات تسويق المنتجات التي كان ينظر اليها هو في الماضي على انها الاهم في صياغه استراتيجيه المنظمه ويجب وضع استراتيجيات هجوميه او مبادره اكثر من التوجه لاستراتيجيات مستجيبه او دفاعيه وعليه يجب استخدام عناصر القوة التشغيلية للعمليات كأسلحة تنافسية. نوضح ايش المقصود. استراتيجية العمليات يعني كل الخطط اللي بتحطها طبعا في في إدارة العمليات، كل الخطط والقرارات اللي احنا بنحطها في قسم إدارة العمليات حتى يكون هذا القسم بوظائفه وبخططه وقراراته ايش ماله؟ منسجم مع استراتيجيه المنظمه وبدعمها باتجاه السبق التنافسي مع غيرها. يعني لما ييجوا يعني مثلا المنظمه تحتاج الى من استراتيجيات المنظمه وهي بتتنافس مع الاخرين تحتاج الى منتج فريد من نوعه. فريد من نوعه مين اللي بده يروح يعملها منتج فريد من نوعه؟ هو العمليات. قسم اداره العمليات. هذه استراتيجيه العمليات انه انسجم هذا القسم انه راح على طول عمل منتج المنتج اللي كان صانعه مثلا كان صانعه كان صانع جوال راح عمل لما نلقى انه هذا شركة ابل اعتبرنا بدها تتنافس مع نوكيا لقى انه او او سامسونج لقى قبل إنه والله الشركة بدها منتج فريد من نوعه لا تعرف تعمله لا سامسونج ولا نوكيا على طول هذا هيك المنظمة بدها هيك استراتيجية المنظمة راح هو نفذ هذه الخطط وهذه القرارات وعمل منتج فريد من نوعه حتى ينسجم مع ايه مع ما تريده الشركة هذا بنسميه استراتيجية العمليات طيب ايش هي عناصر القوة التشغيلية لو بدنا احنا نقول ايش اهم عناصر القوة التشغيلية عناصر القوة التشغيلية انه يكون في امتلاك خبرات خاصة ونوعية في التصنيع التسليم بده يكون سريع وبده يصير تخفيض لدورة حياة المنتج تخفيض لدورة حياة المنتج انتوا بتعرفوا دورة حياة المنتج بتمر من الانتاج ل اعدام المنتج او انه يعني اخر مرحله من مرحله دوره حياه المنتج اللي هو التخلص من المنتج هنا بقول لك دوره حياه المنتج نخفضها بدل ما تكون سنه او ست شهور نخليها ثلاث شهور ليش عشان يكون في عندي منتج جديد دائم المنظمة هذا بتطلع منتجات جديدة دائم تلعب إدارة العمليات دورا مهما في استراتيجيات المنافسة إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تحتل المرتبة الأولى يبقى مين اللي بيحتل المرتبة الأولى والدور المهم الأول في استراتيجيات المنافسة إدارة العمليات هو فعلا لأن إدارة العمليات إذا كان في عندها منتج بجوده عاليه منتج منافس منتج سريع في عندي تسليم سريع في عندي خدمه نوعيه في بسيطر على دوره حياه المنتج بشكل كامل وبخفض من دوره حياه المنتج هذه المنظمه بتصير يعني بتتنافس مع غيرها بشكل قوي طيب تشمل استراتيجيه العمليات قرارات هذه القرارات استراتيجية العمليات عبارة عن خطط وقرارات قلنا الخطط وقرارات هذه متعلقة بوظائف العمليات وبدها تكون تنسجم مع المنظمة طيب في عندي القرارات هذه فيها نوعين وهذا لازم ننتبه إلها لأنه بيجي عندي في الامتحان في عندي قرارات هيكلية وفي عندي قرارات تشغيلية القرارات الهيكلية هذه القرارات اللي بكون تأثيرها على المدى البعيد، وبكون تأثيرها مهم وجوهري على المنظمة كلها، وإذا أنا أخطأت فيها بكلف المنظمة تكاليف عالية جدا، زي ايش؟ زي مثلا الاستثمارات في البنى التحتية، التكنولوجيا اللي أنا بدي أجيبها، المكن والتكنولوجيا اللي أنا بدي أركبه في قسم إدارة الإنتاج. اختيار الموقع الجغرافي يعني هل والله هذا اسمها قرارات هيكلية طبعا هذا بيجي في الامتحان يعتبر اختيار الموقع الجغرافي من القرارات التشغيلية بقول له خطأ من القرارات الهيكلية اه اللي هو structural decisions هذا اه... ما بنفع اروح اختار بعد دراسة اختار موقع للمصنع وبعد ما اختار موقع للمصنع أو ابني المصنع اقول لا والله انا شكلي غلطت بدنا ننقله لمكان تاني شوف التكاليف ال... المرتفعة جدا بدها لا هيك ده بسموها قرارات هيكلية أي تتعلق بهيكل أساسي للمنظمة بهيكل العمليات في المنظمة أما القرارات التشغيلية تأثيرها الهيكلية تأثيرها ذات مدى بعيد أما هذا تأثيرها يومي أو تنظيمي زي إدارة الموارد البشرية اتصالات تصميم مراكز العمل تنظيم المهام على خطوط الإنتاج والتخزين والإمداد يعني بدنا ننظم العمل بمعنى انه والله يا محمد واحمد انتم اليوم عليكم الشفت اه طب لو غير كلامه لو قال بدل احمد ومحمد سعيد وفتحي انتم اللي عليكم الشفت او مها وفتحيه انتم اللي عليكم الشفت مثلا ايش بيصير لا لا يتاخر لا يتأثر اي شيء طيب ولوضع استراتيجية العمليات يتم اعتماد نفس المنهجيات واساليب وادوات التخطيط الاستراتيجي، طبعا احنا لما بدنا نحط استراتيجية العمليات بنحط نفس ادوات التخطيط الاستراتيجي، ايش هي؟ تحليل سوات بنسميه، تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، والبيئة الخارجية عشان نحدد الفرص والتهديدات، والداخلية عشان نحدد نقاط القوة والضعف، وبحط الوضع الغاية من وجود المنظمة ورسالتها، اه. وتطوير القدرات المميزة والتي تحقق ميزات تنافسية زي التركيز على تخفيض التكاليف يكون في عندي جودة عالية سياسات التسليم تكون في وقتها تحديد الميزات التنافسية المنظمة وتعزيزها وتدعيمها باستمرار سواء على استخدام الموارد المالية أو الموقع الجغرافي أو الموارد الجغرافية وغيرها إذا هذه مراحل لازم تمر فيها اللي هي المراحل الأربعة في تحديد استراتيجية العمليات أو في بناء استراتيجية العمليات بعمل عندي بحلل بعمل سوات بحط الغاية من وجود المنظمة اللي هي الرسالة والرؤية غالبا والأهداف بطور القدرات المميزة اللي بتحقق ميزات تنافسية وبعمل اللي هو أيضا ميزات بعزز أو بدعم باستمرار هذه الميزات التنافسية طيب في عندي استراتيجيات استراتيجيات السبق التنافسي أو مزيج منها، في عندي استراتيجيات للسبق التنافسي، في استراتيجية اسمها استراتيجية التنويع وهذا مهم وبيجي في الامتحان، وفي استراتيجية اسمها استراتيجية قيادة التكاليف، وفي استراتيجية اسمها استراتيجية الاستجابة السريعة، نشوف هذه الاستراتيجيات بسرعة ونفهمها، استراتيجية التنويع أي أن تكون أفضل او مختلفه عن المنظمات الاخرى والتفرد بمواصفات او منتجات او عناصر تميزها عن الاخرين وتجذب الزبائن الان هذه الاستراتيجيات في السبق التنافسي احنا قلنا هذه الاستراتيجيات تستخدم للمنافسه اول استراتيجيه تنويع يعني ان انا اكون مميز عن غيري من المنظمات الصناعيه انا بطلع منتجات مميزه عن غيري في استراتيجيه قياده التكاليف استراتيجية قيادة التكاليف لا أنا بضاعتي مش مميزة عن غيري ولكن سعري مميز عن غيري اللي هو بيسيطر على تكاليف الإنتاج وبقدمها بأفضل الأسعار وبحسن مست بحسن بشكل مستمر يعني نسبة الجودة للسعر إذا بده يرفع الجودة شوي يرفع السعر شوي نزل الجودة بنزل السعر يبقى استراتيجية التنويع اللي هو الناس اللي بتقدم منتج يعني استثنائي أو منتج مميز عن الاخرين وبجذب الزبائن بتفرد بمواصفات او بمنتجات حتى معينه. استراتيجية قيادة التكاليف يقدم باقل التكاليف بافضل الاسعار وفي استراتيجية الاستجابة السريعة. استراتيجية الاستجابة السريعة غالبا بتعلق الموضوع بمواعيد التسليم، يعني هذا المصنع ماخذ على عاتقه في السبق التنافسي انه انا أي كمية بده إياها أي حدا بلبي له إياها ولو صارت تغيرات في البيئة بتأقلم مع التغيرات وبتكيف وبعدل في المنتج وبجيب له إياها في وقتها هذه استراتيجية الاستجابة السريعة نختم بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية احنا بنعرف انه ادارة العمليات مهنتها معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل لأنه بتعامل مع الأفراد ومع البيئة ومع المجتمع إلى آخره عشان هيك يجب أن تكون هناك في أخلاقيات لهذه المهنة يكون في التزام بالمنظومة الأخلاقية والاجتماعية يكون في موثوقية عالية يكون في أن نأمن نعمل تأمين للعاملين يعني شروط عمل آمنة تكون بأمن أماكن العمل احافظ على البيئه اللي انا بشتغل فيها وهي في موجود عندي ايش اهم العوامل التي ممكن ان اخذها بعين الاعتبار وهذا الكلام يعني مطلوب انكم تطلعوا عليه وهذا برضه بيجي في اسئله الامتحان عن اللي هو واحيانا بيقول لي اذكر اهم وظائف العمل التي يمكن ان تشملها قبل وظائف العمل بيحكي عن اخلاقيات المهنه ايش الممكن احنا شغلات يعني او عوامل ناخذها بعين الاعتبار بناخذ هذه العوامل في الاعتبار نلتزم بالقوانين نلتزم نحترم الاراء والمواقف والعادات نحترم العادات الاجتماعيه الى اخره وكمان ايش ممكن يكون اهم وظائف او مراكز العمل بتشملها اداره العمليات يعني اداره العمليات ايش بيكون فيها؟ بيكون فيها مدير المعمل، مدير الموقع، مدير مشروع، مدير جوده، مدير مشتريات، مستشارين، مشرفين، عمال الانتاج والتسليم والمراقبه وغيره الى هنا نكون قد يعني وصلنا الى نهايه هذا العرض وان شاء الله نستكمل معكم في الفصل الثاني لكن معنى تعيين او حل اسئله الفصل الاول ها مش الصح والخطا الاختر اختر هذول أسئلة الفصل الأول معانا كتعيين إنه إحنا نحلهم تعيين نحلهم وحنزلهم على الواجب مش المقالة فقط الاختار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته